كما قتل 30 مسلحا من ميليشيا الحوثي في غارات للتحالف العربي على جبهة حيس بمحافظة الحديدة غربي اليمن. وقال مصدر محلي أن قوات التحالف شنت غارات جوية في جبهة حيس أسفرت عن مقتل أكثر من 30 من ميليشيا الحوثي الإيرانية، منهم قيادات بارزة أبرزهم القيادي الحوثي النقيب نبيل عبد الرحمن الجماعي نجل وكيل محافظة الحديدة وعضو اللجنة الثورية الحوثية. وللوقوف على هذا الموضوع ينضم إلينا السيد محمد الشلي ركن التوجيه باللواء أول تهامي أو تهامي. مساء الخير سيد محمد، بداية يعني تقدم جديد نشهده على لقوات الشرعية في الساحل الغربي بالسيطرة على قرية المشقر وقرية القوادر وأيضا الكديحة، يعني ما هي آخر التطورات لديكم التي جرت وصورة العملية الجارية الآن وأبعادها ربما الجغرافية؟ تفضل. منذ يوم أمس يقوم الجيش الوطني المكون من المقاومة التهامية والمقاومة الجنوبية ومقاومة الرائد التابعة للمقاومة الجنوبية، نعم، منذ يوم أمس بتحرير وتطهير مناطق مهمة في الساحل الغربي منها الشاذلية وجوفين والمشقر والكديحة، وكذلك تمت السيطرة الكاملة على منطقة النقيبة الواقعة على خط مفرق المخاحيس، وتمتلك منطقة النقيبة موقع استراتيجي وتعد حلقة وصل بين خطوط الإمداد للحوثيين منها الفرعية والرئيسية، ويقوم الجيش الوطني بتأمين المناطق التي تحت سيطرته منذ يوم أمس، ومن ثم سنتجه شمالا. نعم. الحمد لله المعنويات عالية لدى مقاتلينا. نعم، المعلومات تشير إلى أن المعارك ربما لا زالت مستمرة والجيش يسعى لتقدم أكثر باتجاه النجيبة، ما هي آخر التطورات حتى هذه اللحظة وما هي نتائج المعارك؟ حاليا قواتنا تتجه إلى السبلة، منطقة السبلة شمال النجيبة، ومن ثم سنتجه إلى حيث، والحمد لله المعنويات عالية، وسوف مثل ما قال قائدنا في المقاومة التهامية المعنويات عالية لدى مقاتلينا، وسوف نتجه حتى إلى بحر مران. نعم سيد محمد، في ظل مشاركة ربما مقاتلات التحالف العربي في العملية، ما هي المعلومات المتوفرة لديكم حول حجم الخسائر التي تتكبدها الميليشيا في هذه الجبهة؟ نعم، تم اغتنام دبابات عسكرية تابعة للإنقلابيين وكذلك أنواع الآليات العسكرية والدراجات النارية وعدد كبير من الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وكذلك تم اغتنام عدد كبير من أنواع الصواريخ. نعم. ومنها الكاتيوشا. نعم، يعني الخسائر أيضا غير الغنائم، الخسائر البشرية، هل لديكم أي معلومات حول الخسائر التي تكبدتها ميليشيا الحوثي؟ نعم، عشرات القتلى في صفوف الإنقلابيين. نعم. وكذلك جرحى. نعم. العشرات. السيد محمد الشلي ركن التوجيه باللواء أول تهامي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف.